الرئيس السيسي يشدد على التزام مصر تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى لزعزعة استقراره. مجلس النواب اللبناني يحدد الاثنين المقبل لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة ميقاتي. أكثر من 227 مليون إصابة بكورونا عالميا، ووكالات دولية تدعو لمنح مزيد من اللقاحات للدول الفقيرة. الثانية عشر ظهرا، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دارين مصطفى. أهلا بك دارين. أهلا يا إيمان، أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. وخلال مباحثاته مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بمدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه العاهل البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكداً سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، بما في ذلك تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية. من جانبه أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من السيد الرئيس، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من أخوة صادقة ووثيقة، ومؤكدا أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومة وشعبا، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة. وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض آخر تطورات قضية سد النهضة، وذلك في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد، حيث جدد جلالة ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل، فضلاً عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يمنع الضرر ويعود بالنفع على كافة الأطراف اتساقاً مع قواعد القانون الدولي. كما أشاد الملك البحريني بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمناً التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها،
ومؤكدا الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات. اللقاء شهد أيضا التباحث حول أطر وأفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما. كما تناولت المباحثات عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية والأوضاع في أفغانستان والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصة من خلال التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشاد العاهل البحريني بالتحركات المصرية الأخيرة في هذا الملف على أعلى مستوى، وكذا الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد أكد الجانبان على أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الانتخابات الليبية القادمة في احترام وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق. وخلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة بقصر الاتحادية، أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات اللازمة لتهيئة المناخ لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي بالغ الأهمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد دبيبة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكداً سيادته الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى شقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً. كما شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة. كما أشاد السيد الرئيس بمساعي حكومة دبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، معرباً سيادته عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه، وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا. من جانبه أكد السيد دبيبة رئيس الحكومة الليبية التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية بقيادة حكيمة من السيد الرئيس في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لا سيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة،
معربا في هذا الإطار عن التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد صدور قانون الانتخابات مؤخراً عن مجلس النواب الليبي باعتبارها خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون وصولاً إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بنهاية العام الجاري، معربا سيادته عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية، وذلك احتراما وإنفاذا لإرادة الشعب الليبي المقدرة وانطلاقا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التقرير الصادر مؤخرا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان جهود على طريق التنمية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقا للتقرير جاءت مصر في المركز 8 عربيا والتاسع 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الرخاء وضمن الدول 10 الأكثر تطورا في محور جودة الأسواق والبنية التحتية، كما تقدمت مصر 16 مركزا في محور جودة الاقتصاد. وذكر التقرير أن مصر قفزت 38 مركزا في مؤشر أكثر دول العالم أمانا في عام 2021، كما قفزت 13 مركزا في مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2020 والأولى عربيا والسادسة عشر عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020. وقع الرئيس اللبناني ميشيل عون عقدا مع الشركات ألفارد ومرسال لتولي مهمة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصر في لبنان. وقال الرئيس اللبناني إن هذه الخطوة تأتي التزاما بقواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة، وتستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد. كما أضاف عون أن التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقا الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات، بما يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي. في لبنان أيضا دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتصويت بالثقة على الحكومة. وأقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع البيان الوزاري المقرر طرحه على مجلس النواب لنيل الثقة. ويتضمن البيان الوزاري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. ووفقا للبيان فإن الحكومة ستجدد وتطور خطة التعافي المالي السابقة والتي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات المبكرة وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها. وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قال الكاظمي أن الانتخابات لم يتبقى أمامها سوى 3 أسابيع، مشددا على توفير متطلبات عملية الاقتراع كافة وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي.
وإلى اليمن، حيث أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي إلى البلاد هانس جراوندنبرغ وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وشدد هادي خلال لقائه جراوندنبرغ على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها قوات الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية. فتحت مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها اليوم لانتخابات مجلس النواب الدوما بعد أن انطلقت عملية التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال. من المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء الدوما حتى يوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، وتم تخصيص نحو 3500 مركز اقتراع في موسكو. وسط متابعة دولية يدلي الناخبون في روسيا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى لأول مرة بعد التعديلات الدستورية التي جرت صيف العام الماضي، ويجرى التصويت في انتخابات مجلس الدوما خلال 3 أيام من 17 وحتى 19 من سبتمبر الجاري، حيث سيتم انتخاب 450 عضوا في المجلس لولاية مدتها 5 سنوات، 225 منهم وفق القوائم الحزبية، و225 في الدوائر ذات المقعد الواحد، فيما يخوض الانتخابات 14 حزبا سياسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن انتخابات مجلس الدوما أهم حدث في حياة المجتمع، داعيا المواطنين للتصويت فيها. وقال بوتين في كلمة وجهها للمواطنين ونشر نصها على موقع الكرملين إن الكثير سيعتمد على فعالية التعامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن الدستور الروسي المعدل منح لمجلس الدوما صلاحيات مهمة في إقرار المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونوابه والوزراء الفيدراليين. وكانت لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت في وقت سابق 3910 مرشحين حزبيين لخوض المنافسة على شغل 225 مقعداً مخصصاً للأحزاب، فيما يتنافس 2030 مرشحاً مستقلاً على شغل 225 مقعداً مخصصاً للدوائر ذات المقعد الواحد. ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي التي أجراها صندوق تطوير المجتمع المدني، فإن حزب روسيا الموحد الحاكم مرشح للحصول على نسبة 42% من أصوات الناخبين، ويليه الحزب الشيوعي الروسي بنسبة 17%، فيما توقعت أن يحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على نسبة 11% وحزب روسيا العادلة على نسبة 9%. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أنه تمت دعوة ممثلين من 54 دولة لمراقبة انتخابات مجلس الدوما، حيث اتخذت السلطات الروسية إجراءات غير مسبوقة من أجل إجراء العمليات الانتخابية في أجواء ملائمة تماماً من الناحية الأمنية والسياسية والصحية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قمة المناخ المقرر عقدها في وقت لاحق هذا العام باسكتلندا معرضة للفشل، نظرا لعدم توفر الثقة بين الدول المتقدمة والنامية وعدم وجود أهداف طموحة بين بعض الاقتصادات الناشئة. تستهدف القمة اتخاذ مزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ وجمع أموال من المشاركين في أنحاء العالم. أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية عن أن كبسولة عودة المركبة الفضائية شينشو 12 التي تقل 3 رواد فضاء صينيين هبطت على الأرض بسلام. وقالت الوكالة في بيان أن رواد الفضاء 3 خرجوا من كبسولة العودة للمركبة الفضائية بعد هبوطها على موقع بمنغوليا الداخلية، وجميعهم في حالة صحية جيدة. كما ذكرت أن رواد الفضاء الصينيين أكملوا مهمتهم الفضائية بنجاح، والتي استمرت 3 أشهر في إطار بناء محطة الفضاء الصينية. في إيطاليا، ضربت عاصفة شديدة شمالي البلاد ما أدى إلى إغلاق مطار ميلانو، وغمرت الأمطار الغزيرة مهابط الطائرات والطرق بالقرب من مطار مالبنسا ومناطق الخدمة وأنفاق.
وقال بيان لإدارة الإطفاء إنهم أنقذوا 10 أشخاص محاصرين في سياراتهم باستخدام أطواف مطاطية و20 آخرين كانوا محاصرين في قسم الشحن بالمطار. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا لفيروس كورونا، مشيرا إلى وفاة 13 حالة جديدة. أفاد المتحدث باسم الوزارة بخروج 477 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 248,425 حتى اليوم، بينما وصل إجمالي عدد المصابين إلى 295,051 حالة، من ضمن هذه الحالات 16,921 حالة وفاة. عالميا، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 227 مليون إصابة على مستوى العالم. بحسب الإحصاء فقد تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 4,872,000، وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019. حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا وقادة منظمات دولية أخرى، حثت الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة من فيروس كورونا على تعزيز الجهود لإرسال جرعات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. عبرت جورجيفا ورؤساء البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك عن قلقهم من عدم إمكان تطعيم 40% على الأقل من سكان جميع الدول بنهاية 2021 دون تحرك عاجل، وسيكون التفاوت الكبير في معدلات التطعيم بين الدول الغنية والنامية قضية رئيسية خلال قمة عالمية عبر الإنترنت تنظمها الأمم المتحدة على هامش أعمال جمعيتها العامة. من جانبه قال الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن جائحة كورونا تصعب على السلطات مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة التي يسببها تغير المناخ، وذلك مع ازدياد شراسة العواصف والفيضانات وموجات الحر التي تؤثر على نحو 140 مليون نسمة في أنحاء العالم. وذكر الاتحاد في التقرير أن من الأمثلة على العبء الإضافي الذي وضعه مرض كوفيد-19 على عمليات مواجهة الكوارث الحاجة إلى التباعد الاجتماعي خلال عمليات الإجلاء خلال العواصف. للتعليق ينضم إلينا هاتفيا من عمان دكتور محمد الشرع أخصائي الجراحة العامة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك مشاهدين وشكرا لكم على الاستضافة. دكتور محمد، يعني بيانات مشتركة أصدرتها مديرة صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية يعربون فيها عن قلقهم من عدم إمكانية تطعيم 40% على الأقل من سكان جميع الدول بنهاية 2021، تعليقك على هذا الأمر؟ نعم، ربما نحن مع نهاية أو الربع الأخير من هذا العام وما زالت عجلة التطعيم ليست كما ينبغي أو كما كنا نشتهي ونحب،
وذلك عدا ذلك عدا النسبة هذه هي ازدياح هذه النسبة إلى قارات معينة وابتعاد هذه النسبة كلية عن قارات معينة أخرى. شاهد أن معظم هذه النسبة تتواجد في أمريكا وأوروبا، بينما دول العالم النامي والعالم الثالث ما زالت تجاهد لتحقيق نسب أقل من 10% من عدد سكانها. هذا لكن هذا يبدو أنه من السذاج العالمي، اسمح لي بهذا التعبير، لأنه كوفيد علمتنا أن العالم هو عبارة عن قرية صغيرة، لذلك لضمان سلامة منهم في أوروبا يجب أن يكون منهم في إفريقيا أيضا ملقحين، ولضمان سلامة منهم في أمريكا يجب أن يكون من فوق الصين أيضا ملقح، وبالتالي يجب تدخل منظمات عالمية كمنظمة الصحة العالمية لإعادة جدولة هذه اللقاحات والتوزيع العادل لهذه اللقاحات. نعم دكتور محمد، الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقول إن جائحة كورونا تصعب على السلطات مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية التي يسببها تغير المناخ. برأيك ما هي الإجراءات التي لابد أن تتخذها الدول في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في ظل تغير أو ظواهر تغير المناخ المختلفة؟ نعم، ربما كان السؤال انه هو تعطيل النظام الصحي بسبب وجود كورونا وارهاق النظام الصحي واشغال الاسره، هذا يستهلك الكثير من الاموال والايدي العامله والخبرات في اتجاه معين، بينما نحن نائب تكون غائبه في الاتجاه الاخر، اتجاه الكوارث الطبيعيه التي ينتج عنها ايضا اصابات صحيه ربما ينتج عنها ايضا بحاجه الى فند وتمويل وتعويضات. هذا كله ربما هذه الجائحة لمدة عامين من كورونا تقريبا عرت العالم حقيقة ووضعت العالم في مأزق وعنق زجاجة طويل الأمد لحد الآن لم نخرج منه. عدا ذلك تغير المناخ وتغير المواسم وزيادة الأمراض الأخرى الموسمية، هذا أيضا يثقل عبء وزارات الصحة والمنشآت الصحية. نعم، اقترح الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن يكون التباعد الاجتماعي هو وسيلة لمساعدة الدول في تخفيف الأعباء التي تفرضها جائحة كورونا عليها خلال عمليات الإجلاء خلال العواصف الناتجة عن تغير المناخ. برأيك يعني إلى أي مدى سيسهم التباعد الاجتماعي في مساعدة تلك الدول؟ ربما هذا فرضيا قد يكون مجدي، لكن عمليا من الصعب إخلاء أشخاص أو مجموعة كبيرة من الأشخاص بنظام تباعد اجتماعي. نعرف أن الإخلاء دائما يعني الازدحام ويعني هو خروج دفعات بشكل مكثف من منطقة معينة، وبالتالي صعب تطبيق هذه القوانين النظرية أو هذه الفرضيات النظرية على أرض الواقع، وأتوقع أنه يوجد فعليا. أخصائي الجراحة العامة دكتور محمد الشرع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. تخطط وزارة الصحة اليابانية لإعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا للأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثانية منذ 8 أشهر على الأقل. وأفادت مصادر بأن الوزارة تخطط لتوفير جرعة ثالثة معززة من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا. وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن التقارير داخل البلاد وفي الخارج أيضا تشير إلى أن فعاليات اللقاحات تضعف بمرور الوقت. بدأت كمبوديا حملة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لأكثر من 1.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 16 و11 عاما في جميع أنحاء البلاد من أجل عودتهم إلى المدرسة بعد توقف طويل. وقال رئيس الوزراء الكمبودي هانسن إن التطعيمات للفئة العمرية من 3 إلى 6 سنوات ستتبع تلك الحملة في المستقبل القريب. جاء ذلك في رسالة صوتية وجهها سين إلى جميع حكام البلديات والمحافظات قائلا إن المدارس على جميع المستويات ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها.
قالت الحكومة الاتحادية البرازيلية إنها ترغب في وقف تطعيم معظم المراهقين من فيروس كورونا مستشهدة بحالة وفاة قيد التحقيق. وانتقد وزير الصحة البرازيلي التسرع في تطعيم مراهقين ما بين 12 و 17 عاما وليس لديهم مشاكل صحية تعرضهم لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا، لكن العديد من حكام أو حكومات الولايات تعهدوا بالمضي قدما في تطعيم هذه الفئة العمرية. عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي اتحاد مجالس ومدن الكاميرون وممثلي اتحاد منتجي الأخشاب لبحث آليات التعاون المستقبلية في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين. وأشار شعراوي إلى رغبة الوزارة الصادقة في دعم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الأخشاب، والانطلاق بالتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي إلى آفاق أرحب مما يعزز العلاقات المصرية الكاميرونية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين الجانبين، منوها باستعداد الحكومة للعمل المشترك لتحقيق الاستفادة المتبادلة لمصر والكاميرون لدعم صناعة الأخشاب والاستفادة من الإنتاج الخشبي من الكاميرون، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بهذه الصناعة وإنشاء مدينة دمياط للأثاث وتلبية احتياج السوق المحلية وفتح آفاق تصدير الأثاث. نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء شائعة إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون صندوق الوقف الخيري. وقال المركز العالمي إنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف أكدت أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها. كما أشارت الأوقاف إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائد ريع الوقف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة. والآن مع أخبارنا الاقتصادية. انطلقت فعاليات ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي. يشارك في فعاليات الملتقى المقام بمدينة العين السخنة أكثر من 15 شركة مصرية وعالمية. الدولة المصرية بتتحول بشكل متكامل إلى الرقمنة،
وعلشان تقدر تخرج أجيال تقدر تتعامل مع المشاريع الضخمة اللي الدولة بتعملها سواء في المدن الذكية أو في تقديم الخدمات الإلكترونية أو الخدمات الرقمية، لأن احنا عرفنا يمكن في إحدى الجلسات الفرق ما بين الخدمات الإلكترونية أو الخدمات الرقمية اللي هي تصل معاك إلى كل الخدمة بالكامل. فعلشان نقدر نطمئن على أن جامعاتنا وطلابنا بيقدروا ان هم يتحولوا الى الطالب الرقمي زي ما احنا كنا اطلقنا المبادره دي النهارده، كان مهم ان احنا نعمل هذا الملتقى ندعو فيه كل المهتمين بمجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. فكره الملتقى الحقيقه احنا بنشتغل عليها من حوالي يمكن 8 شهور او اكتر، ان احنا الدور علينا كعاملين في القطاع الحكومي ان احنا نوصل للعاملين زملائنا في القطاع في الجامعات او اساتذتنا في الجامعات والمعاهد البحثيه والمعاهد والمستشفيات الجامعيه الثلاث مسارات اللي بيشتغل فيهم الوزاره، ايه اللي الوزاره بتعمله علشان تسهل استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية تأمين وتسهيل الخدمات وسرعة أداء الخدمات داخل الجهات المختلفة. بنفتتح قريبا إن شاء الله في خلال أيام أكبر داتا سنتر في الجامعات المصرية، هتكلفة حوالي 200 مليون جنيه علشان يبقى كله كان موجود. دايما الحقيقة موضوع التحول الرقمي الجامعات المصرية فطنت ليه من زمان، ولكن كانت موجودة بطريقة الجزر المنعزلة واجتهادات وبخطى بطيئة شوية. الحقيقة اجتياح العالم لازم اعترف ان كان بجائحة فيروس كورونا خلت الوتيرة بقت سريعة غصبا عننا. تتواصل فعاليات معرض أهلا مدارس، ويقدم المعرض المستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين. المزيد نتابعه في التقرير التالي. للحصول على كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وكذلك المواد الغذائية، وكل ذلك بأسعار مخفضة وفي مكان واحد، فخيارك الأمثل هو معرض أهلا مدارس الذي يقام بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة ما يزيد عن 200 عارض وبخصومات لا تقل عن 30%. بالنسبة للأحذية احنا عاملين خصومات اكتر من 50%، في حاجات كان سعرها 425 مسعرينها هنا في المعرض ب 200 جنيه، في حاجات في الشنط في اسعار بتبتدي من 150 لحد 300. ده الميزة في المعرض، لانك انت هتلاقي عندك الشنط المدرسية، هتلاقي عندك القلم الرصاص، هتلاقي عندك الجاف، هتلاقي عندك الكراسة، الكشكول، مستلزمات المدارس كلها، بالاضافة كمان لمواد غذائية، بالإضافة للكوتشيهات والملابس بتاعت المدارس، فهنا كل حاجة موجودة. العميل أو المستهلك هيجي ياخد حاجته كلها ويمشي تمام بالتمام ومبسوط. المنتج المصري بجودته وأسعاره المميزة هو المنتج السائد بمختلف أروقة هذا المعرض، لذا نجد دائما شعار صنع بمصر في مختلف الأروقة والأجنحة، وكان إقبال المواطنين كثيفا على المعرض منذ الساعات الأولى لافتتاحه. في حاجات الكواليتي بتاعتها ممتازة، كويسة، مش وحشة. الحقيقة أنا أول مرة أشوف يعني معروضات بالشياكة ديت بالكواليتي دي، بنصح إن كل الأسر تيجي هنا. أنا لفيت في المعرض، أسعار مختلفة جدا عن برا وأسعار متاحة للناس كلها، واعتقد اللي هيجي هنا هيحس بفرق كبير قوي. والله ممتاز، والاسعار في متناول للجميع، واشتريت الادوات المدرسيه، الاقلام والالوان والكشاكيل، وكمان اشتريت الهدوم باسعار مخفضه، الحمد لله. يعني المعرض يفتح أبوابه يومياً من 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ولن يتواجد هنا فقط بأرض المعارض بمدينة نصر، ولكن أيضاً في مختلف محافظات الجمهورية، وستجوب القوافل المتحركة مختلف المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات لتوفر هذه السلع والمنتجات المميزة والمخفضة لكل الطلاب أياً كان مكانهم. مرنا عادل، إكسترا نيوز. تتواصل أعمال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بهدف ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة. Thank you.
الآن وقفة مع أخبار الرياضة. ضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش بعد تأهل رباعي مصري للمباراة النهائية. تحت سفح الأهرامات يبني المصريون هرماً رابعاً بتألقهم في بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2021 للرجال والسيدات، والمقامة تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة. ففي منافسات السيدات تأهلت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للنهائي عقب انسحاب منافستها الفرنسية بسبب تعرضها للإصابة، كما استطاعت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً الفوز على أماندا صبحي لتواجه الشربيني في النهائي. يعني مبسوطة مش مبسوطة؟ أكيد مبسوطة أن أنا وصلت للنهائي، بس مش مبسوطة أن الماتش يخلص كده. كمية لعيبة كبيرة ولعيبة مهمة، وأتمنى تكون الإصابة مش كبيرة. النهاردة طبعا كان ماتش صعب مش سهل خالص أجنس أماندا. أماندا من أكتر اللعيبة الحريفة في التور، فبيبقى تريكي الواحد يلعب ضدها يعني. فمبسوطة لأن أنا كسبت 3-0. أنا طبعا يعني هو التصنيف مبين إن احنا أحسن اثنين في العالم، فهو يعني شوية احنا بنلعب فاينل بقالنا شوية كل بطولة تقريبا، فعلى طول يبقى ماتش جامد. وطبعا عشان الواحد يكسب نور لازم يبقى بيلعب احسن حاجة. اما في منافسات الرجال فاقتنص اللاعب محمد الشربجي الفوز من منافسه طارق مؤمن في مباراة شرسة بنتيجة 3-0، بينما تغلب اللاعب علي فرج المصنف الاول عالميا على اللاعب بول كول بنتيجة 3-1. واي ماتش معايا بيبقى ماتش كبير جدا، فنتعرف تكسب 3-0 ماتش زي ده طبعا حاجه تديك دفعه قويه قبل النهائي. كان مباراه صعبه جدا. بول كول كسب بطوله انجلترا مفتوحه من اسبوعين تقريبا او اقل، هو بيلعب حلو جدا حاليا. كنت لازم العب احسن حاجه عندي عشان اقدر اتغلب عليه. الحمد لله انا قدرت انفذ الخطه اللي انا اتفقت عليها مع مدربيني، وان ربنا وفقني النهارده. والله انا ومحمد يعني الرايفلري او المنافسة ما بيننا بقالها كتير، وحاجة بتسعدني جدا وبتخليني كل يوم أتحسن بسببه. ولعبنا تقريبا في نهائيات كل البطولات الكبرى، ما كانش ناقص غير بطولة الأهرامات اللي هي أهم واحدة بالنسبة لنا. وشارك في البطولة التي انطلقت في 10 سبتمبر 96 لاعبا من 26 دولة. يخوض فريق الأهلي ميرانه الأول بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بكأس السوبر المحلي. تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسي في ودية المقاولون العرب التي أقيمت مساء الخميس على استاد مختار التتش تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون من اللقاء تدريبات بدنية قوية لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر استعدادا للموسم الجديد. يستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، بينما يوجد كريستال بالاس في المركز 11 برصيد 5 نقاط. على ملعب الاتحاد يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه ساوثهامبتون السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. يبحث سيتي عن الفوز لتعديل موقعه في جدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يمتلك فريق ساوثهامبتون 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.
ختام النشرة الآن إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من أنباء. الرئيس السيسي يشدد على التزام مصر تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى لزعزعة استقراره. مجلس النواب اللبناني يحدد الاثنين المقبل لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة ميقاتي. أكثر من 227 مليون إصابة بكورونا عالميا، ووكالات دولية تدعو لمنح مزيد من اللقاحات للدول الفقيرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، حتى نلتقيكم من جديد. كانت معكم إيمان الحويزي ودريم مصطفى، شكرا جزيلا لكم.